عايزين دلوقتي نشوف لو ان احنا عايزين نعمل برنامج ضرب مصفوفتين. لو عندنا مصفوفه ايه عايزين نضرب في المصفوفه بي والحاصل الضرب المصفوفه سي. طبعا زي ما احنا عارفين لازم ان عدد اعمده المصفوفه ايه تساوي عدد صفوف عدد صفوف المصفوفه بي. عشان عارفين احنا نيجي نضرب عايزين مثلا العنصر واحد وواحد، هنا هنضرب الصف في العمود، فهنقول واحد كلهم في نظيري، واحد في اتنين زائد اتنين في سبعة زائد واحد تلاتة في واحد. يعني هنا ده هيساوي اتنين في واحد اتنين زائد سبعة في اتنين باربعتاشر زائد واحد في تلاتة بتلاتة. لو جمعنا كل دول مع بعض هيساوي تسعتاشر، يبقى العنصر ده يساوي تسعتاشر. طب تعالوا مع بعض نشوف العنصر ده اللي هو العنصر واحد سي واحد واتنين. يعني العنصر سي واحد واتنين هيساوي ايه؟ هيساوي حاصل ضرب الصف الاول في العمود التاني. يعني حاصل ضرب A واحد وواحد في B واحد واتنين. احنا هنضرب الصف ده في العمود ده، يبقى A واحد وواحد في B واحد واتنين زائد A واحد واتنين في B اتنين واتنين زائد A واحد وتلاتة في B تلاتة واتنين. طبعا هنلاحظ ملحوظة ان ممكن ان دايما ده بواحد وده باتنين، ده بواحد وده باتنين، ده بواحد وده باتنين، اللي هو نفس العنصر واحد واتنين. اما الرقم اللي هو عدد الصف عدد العمود، رقم العمود في A ورقم الصف في B، ده بيتغير مرة بيبقى بواحد، مرة بيبقى اتنين، مرة بيبقى تلاتة. طبعا ممكن احنا ببساطة جدا نقول ان C12 هيساوي سيجما حاصل ضرب، حاصل ضرب ايه بقى؟ A واحد و K في B K و 2. ما ده اللي حصل، ان انا هنا بضرب A واحد و K في B K و 2، بس مرة الكي بواحد ومرة الكي باتنين ومرة الكي بتلاتة. يبقى هنا هنقول له الكي بتساوي من واحد الى تلاتة. يبقى انا كده حصلت على C واحد و 2. طبعا ممكن ان انا بسهولة ان انا بقى استنتج القانون العام ل حاصل الضرب. هنا هقول ان سي اي وجي بيساوي برضو سيجما سي اي اي وكي في بي كي وجي، والكي تتغير من واحد الى تلاتة. طبعا ده عشان المصفوفة بتاعتنا عدد الصفوف هنا، عدد الاعمدة هنا، عدد الصفوف هنا تلاتة. طبعا لو عدد الصفوف هنا وعدد الاعمدة هنا ام، فممكن ان انا اقول ان دي من واحد الى ام، وده القانون العام بتاع المصفوفات بتاعتنا. لو جينا بصينا كده هنلاقي ان ادي القانون العام اهو، سي اي وجي اللي احنا لسه كاتبينه بيساوي سيجما من كي من واحد لام اي اي وجي اي اي وكي في بي كي وجي. تعالوا مع بعض نعمل برنامج يضرب لنا مصفوفتين في بعض. اول حاجة هنديله رسالة، هنقول له enter the size of matrix A. أول حاجة يدخل لنا مقاس المصفوفة A، وهنسمي مقاس المصفوفة A N A و M A. ونفس القصة هناخد ده كده ونقول له برضو، طبعا في الأول بنكتب CLS، هنيجي هنا نقول له enter the size of matrix B، وهيبقى دي اسمها ان بي وام بي. طبعا هنا نعمل تشيك، اول حاجه هنقول له اف ام اي لا تساوي ان بي ذن اند اف. ايه اللي يحصل لو ان عدد صفوف اعمده المصفوفه ايه لا تساوي عدد مصفوفه بي؟ يبقى ما ينفعش نضربها. يبقى من الاول خالص هنعمل ده شرط. لو حصل كده هنقول له برنت اطبع لنا ذا multiplication is not allowed.
طب يديله رساله بس كده؟ لا، ويخرج من البرنامج، اديله ستوب عشان ينهي البرنامج. يبقى لو حصل ان عدد الصفوف، طب ممكن يسيب اسطر فاضي مفيش مشكله علشان نميز القطع عن بعضها. يبقى هنا لو حصل ان عدد صفوف المصفوفه ايه، عدد الاعمده المصفوفه ايه ليس عدد صفوف الاعمده بيه، يبقى يطبع له الرساله دي ويوقف البرنامج. طب لو حصل بقى ان ما ايه ما كانش، هنيجي هنا نبدا ندخل مصفوفه ايه، هنقول له انتر ذا ماتريكس ايه، وطبعا زي ما احنا عارفين زي ما خدنا قبل كده ان احنا بقى هنبدا نعمل 2 فور، فور اولانيه من 1 الى ان اي، وفور للجي من 1 الى ام اي. وهنيجي هنا نقول له انبوت اي اي واجي. طبعا ممكن ان احنا يعني نعمل حاجه تانية هنشوفها دلوقتي، هنيجي نقول له نيكست اي نيكست جي وبعدين نيكست اي. كان ممكن نطبع جمله غريبه شويه، ان احنا هنخليه يقول له دخل العنصر الفلاني، يعني ايه؟ هنقول له برنت، وبين سنجل كوتيشن هنقول له ايه، ونفتح قوس وندي له فاصله منقوطه، ونطبع قيمه الاي وفاصله منقوطه، وبين كوتيشن نكتب له كوما وفاصله منقوطه، والجي وفاصله منقوطه، ونقفل القوس. خد بالك معايا ايه اللي هيحصل هنا. احنا هنا بنقول له برنت، هيطبع لنا على الشاشه ايه، ويفتح يبقى ايه، هيفتح قوس بعدين يكتب لنا قيمه الاي وقيمه الجي ويقفل القوس. يعني مثلا لما يكون عايز العنصر A11 هيكتب له A11، وممكن هنا نقول له يساوي. وخد بالك في حته مهمه جدا هنقولها دلوقتي، ان احنا ممكن نعمل فاصله منقوطه هنا، ودلوقتي الفاصله النقطه دي في الاخر جمله البرنت تعني ان جمله البرنت اللي جايه هتكون واقعه في نفس السطر. اقول لك وهاجي هنا اعمل فاصلتين منقوطه، فاصلتين بس دول كوتيشن وفاضيين ما بينهم. ناخد بالنا ايه اللي هيحصل. هو هيجي هنا يطبع لنا، هيكتب ايه ويفتح قوس، ويكتب قيمه الاي ويكتب كوما، ويكتب قيمه الجي ويقفل القوس، ويكتب لها انها تساوي. والفاصله النقطه دي يفهم ان جمله البرنت اللي جايه تكون في نفس السطر، بس جمله البرنت اللي جايه واعد في جمله انبوت، يبقى انبوت دي هتقع في نفس السطر. وده اللي هنشوفه كمان شويه، ان هو هيقول لي A1 و1 ويقفل قوس ايكوال، ويستنى ان انا ادخله A1 و1 في نفس السطر. هنشوف دي مع بعض، ما نستعجلش. هنيجي ناخد نفس الحته دي وبس، هنبقى بقى المصفوفة مين؟ مصفوفة بي. وبس هنا بقى هيبقى من ان بي الى ام بي، وهنقوله ده خلينا المصفوفة بي. كويس جدا. عايزين بقى نبدأ نضرب المصفوفات، سهلة جدا. هنيجي برضو ناخد الاثنين فور دول، بس ناخد بالنا من حاجة بقى. احنا دلوقتي هنعمل عملية الحساب، ممكن حتى نكتب هنا calculation لما نيجي نعمل عملية الحساب، عدد الصفوف بتاعة المصفوفة سي هي ان ايه، وعدد اعمدتها هو ان بي. نرجع تاني كده ونشوف ان عدد الصفوف بتاعة المصفوفة سي هيكون هو عدد صفوف المصفوفة ايه، اما عدد اعمدتها فهو عدد اعمدة المصفوفة ايه. وده اللي حصل هنا، ان انا هلاقي هنا ان من 1 لان ايه والى ام بي. طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل عملية تجميع صم، يعني اول حاجة هنصفر المخزن، وهنيجي هنا طبعا ندخل دي جوه شوية، هنيجي هنا نقول له 4K من 1 الى ام اي. طبعا ما تفرقش معايا بقى ان انا اقول له ام اي ولا ان بي، لان الاثنين متساويين. وهاجي هنا اقول له صم بتساوي صم زائد اي اي وكي في بي كي وجي نيكستكي.
يبقى هي الفكرة دلوقتي هو هيعمل ايه؟ هو هنا هيبدأ ياخد الاي بواحد والجي بواحد ويخلي الصم بزير، ويبدأ يغير الكي من واحد الى ام زي ما كنا شفنا اللي يتغير من واحد لتلاتة، ويبدأ يجمع لي حاصل ضرب اي وكي في بي كي وجي يجمعهم لي. طبعا بعد ما اخلص خلص من هنا ممكن ان انا الصم دلوقتي هي قيمة العنصر سي اي وجي، ونيجي نقول له نيكست اي، نيكست جي الاول ونيكست اي. ملحوظه مهمه طبعا ان لازم الفور اللي انتهى ابتدت في الاخر تنتهي، يعني بص خد بالك هنا فور كي نيكست كي، وقبل منها كان فور جي نيكست جي، وقبل منها فور اي كان في هنا نيكست اي. طبعا في ممكن اوفر الموضوع ده شويه ان انا الغي موضوع المتغير صم ده، هنا طبعا هي بدي بصم، ممكن الغي المتغير ده ان انا اجمع في نفس المخزن اللي هو سي اي وجي. ازاي؟ بص معايا، يعني هاجي هنا اخد المتغير سي اي وجي ده، وهو ده اللي هصفره، وهو ده اللي هجمع فيه. طبعا دي اوفر في المخازن. يبقى احنا كده هنعمل ايه؟ هنيجي نحط سي اي وجي بزيرو، ويبدا هنا يقول سي اي وجي الجديده بتساوي سي اي وجي القديمه زائد اي اي وكي في بي كي وجي، والكي بتتغير من واحد الى ام اي. طيب عايزين بقى في حته برضو احنا اظن نسينا نحطها، ان احنا بعد ما قرينا مقاس المصفوفات دي كان المفروض نبدا بقى نخصص للمصفوفه ايه، نقول ان المصفوفه ايه مقاسها ان اي وام اي، اما المصفوفه بي فمقاسها ان بي وام بي، واما المصفوفة سي بقى فمقاسها ان اي وام بي. طبعا ممكن ناخد جملة الدم دي ونخليها هنا، لان زي ما احنا عارفين ان دي كده عملت شيك، فلو اصلا المسألة مش تتضرب مفيش داعي ان انا اعمل دايمنشن قبل ما اتأكد الاول ان المسألة ممكن تتضرب ولا لا. احنا كده نعتبر انتهينا من عملية الحساب. عايزين نبدأ نطبع المصفوفة سي، هناخد واحدة من دول ونحطها تحت، وهنقول له ذا ماتريكس سي از، ونبدأ نطبعها فور من واحد الى ان ايه من واحد الى ام بي، وهنبدأ نطبع. طبعا ممكن هنا عايزين نطبعها على صورة مصفوفة، كنا خدناها قبل كده ان احنا هنيجي هنا نقول له برنت سي اي وجي وفاصلة منقوطة لو احنا عايزينهم جنب بعض، وهنيجي نقول له جملة برنت بس. فالفاصلة المنقوطة دي ميزتها ان هي هتخلي يطبع العناصر ورا بعضها في نفس السطر، لكن لما يجي يبتدي عايز يبدأ سطر جديد هيعدي على جملة برنت دي يوم يبتدي يطبع من اول سطر جديد. تعالوا نحفظ المسألة دي. في ملف بالاسم ده، تعالوا نحل كده. اديني رساله قال لي هنا نيكست وزود 4. تعالوا نرجع مع بعض. كلام مظبوط، لان انا هنا قلت له 4 اي وقلت له نيكست كي. طبعا دي من مميزات الكويك بيزك انه بيديك يقول لك ان ايه، ان في حاجه مش مظبوطه في المساله بتاعتك. تعالوا نكمل مع بعض كده نحل. run start قال لي enter the size of matrix A. حل matrix A لو نفتكر مع بعض كان مقاسها 2 في 3. طب والماتريكس B 3 في 4. قال لي دخل الماتريكس A، وخد بالك شبه الحته اللي احنا عملناها، هيقول لي A1 و1 بكام. تعالوا مع بعض كده نرجع نشوف. اهي ادي المصفوفة A وادي المصفوفة B، اكتبها عندك الارقام دي عشان هندخلها دلوقتي مع بعض. تعالوا مع بعض نرجع تاني ونشوف التدخيل. A11 كان بواحد 2 3، واخدين بالنا ان كده افضل ان هو عمال يديني العنصر الفلاني في الصف الفلاني 4 5 6. قال لي طب المصفوفة B، هقول له ده 2 4 5 6 7 8 9 4 1 5 3 5
راح الراجل قايل المصفوفة سي 19 35 32 29 وجايبها طبعا في مصفوفة مستطيلة مقاسها 2 في 4، يبقى البرنامج بتاع ده كده برنامج مظبوط هنحفظه، لأن أنا كنت عدلت تعديل اللي هو بتاع نيكست أي. وكده أبقى أنا قدرت أعمل برنامج حاصل ضرب مصفوفتين. تعالوا مع بعض نخش نشوف ازاي نعمل برنامج حل معادلات آنية. عندنا قدامنا قبل ما نعمل برنامج لازم الاول قبل ما نعمل اي برنامج لازم نفهم ازاي نحل المشكلة دي بايدينا. بعد لو عرفنا نحلها بايدينا نقدر نعمل لها برنامج بسهولة جدا. عايزين عندنا ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل زي قدامنا دي، وعايزين نحلهم مع بعض بطريقة جاوس إليمينيشن. اول حاجة بناخد المصفوفات دي المعادلات دي ونعملها بصورة مصفوفة زي اللي قدامنا، ناخد الكوفيشنتس ونحطها في صورة مصفوفة، وبعدين ناخد مصفوفة المعاملات والمصفوفة المطلقة ونعملها في المصفوفة الموسعة اللي هي اللي قدامنا دي، وبعدين هنبدأ نجري عمليات الصف البسيطة على المصفوفة دي. ازاي؟ اول حاجة احنا عايزين في الاخر نوصل ان الدياجونال يبقى بواحد وما سوى ذلك يبقى بصفر، ودي دي عمليات الصف البسيطة اللي احنا عارفينها او جاوس إليمينيشن. طبعا هنيجي في اول حاجة نقول هنقسم الصف الاولاني كله على 2 عشان نخلي ده 1. تعالوا نشوف مع بعض كده الخطوات. عيد المصفوفة بتاعتنا هنقول R1 على 2 يبقى هنا 1 2 3 11. طيب بعد ما عملنا كده عايزين نصفر الرقم ده ونصفر الرقم ده، فهنيجي نضرب الصف الاولاني في ناقص 3 ونجمعه على الصف الثاني، R1 في minus 3 plus R2 عشان نصفر ده. طيب عشان نصفر ده هنضرب الصف الاولاني في موجب 1 ونجمعه على الصف الثالث، وده اللي حصل ان ده بقى صفر وده بقى بصفر. طبعا بنكمل بقيه الصف، يعني العنصر ده بيساوي نفسه ناقص 3 في العنصر المقابل له، ده بيساوي نفسه ناقص 3 في المقابل له يدي 4، وهنا 4 من 16. يبقى احنا اول حاجه صفرنا الاثنين دول. بعد كده هنيجي ناخد الصف الثاني ده بنسميه صف البيفوت، ونيجي ناخد العنصر الدياجونال بتاعه ونقسم الصف كله عليه عشان نخليه واحد، فنقسم الصف الثاني كله على 4 بقى بالصوره دي. طب عايزين الصفر اللي فوق واللي تحته، هنضرب الصف الثاني في ناقص 2 ونجمعه على الصف الاول، وفي ناقص 3 ونجمعه على الصف الثالث، فهيتكون عندي ان ده 0 وده 0. هنيجي بعد كده نفس الخطوات، الصف ده هنقسمه على 1. هتقولي هي في حاجه اسمها القسم على 1؟ ده احنا بنعمل الخطوات، ما ممكن ما يكونش ده بواحد، ممكن يكون بقيمه مختلفه. طيب يبقى هنقسم الصف ده كله على 1، وبعدين نبدا نعمل عمليات الصف. احنا هنصفر العنصر ده والعنصر ده. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل هذه العمليه. اول حاجه مساله جديده، هنيجي اول حاجه نقول له سي ال اس، هنقول له انبوت انتر ذا نمبر اوف ايكويشنز، ونسميها ان، وهنعمل مصفوفه نعجز مكان المصفوفة ايه اللي هي ان وان زائد واحد. واحد يقول لي ليه؟ اقول له اصل المصفوفة الموسعة لو رجعنا نشوف هنلاقي المصفوفة الموسعة مقاسها هي كانوا تلات معادلات في تلات مجاهيل، بس المصفوفة بتاعتنا تلات صفوف في اربع اعمدة لان في عمود اخير مخصص للقيم المطلقة. طيب هنيجي بعد كده عايزين ندخل الكوفيشنتس، هنيجي 4i بتساوي 1 2n، 4j بتساوي 1 2n بلس 1، وممكن هنا نطبع كده نقول له print enter the coefficient of equation number، ونفتح قوس زي ما اتعودنا وفصلة منقوطة ونقول له i وفصلة منقوطة ونقفل القوس عشان بحيث يبقى هو عارف يدخل انهي ايكويشن، ونيجي نقول له هنا دخل اي اي و جي انبوت طبعا، ونيجي نقول له نيكست جي ونقول له هنا نيكست اي. يبقى هو كده هيدخل المصفوفه اللي هي فيها المصفوفه الموسعه. عايزين نبدا بقى نعمل العمليه دي. خد بالك معايا، احنا هنيجي اول حاجه هنقول له 4i بتساوي 1 2n، ونيجي هنا نقول له نيكست ان نيكست اي. اول حاجه ده كده اي ده بيعبر عن رقم الصف اللي فيه البيفوت،
اللي هو لو رجعنا نشوف اللي هو كان هنا اللي احنا عامل اللي هو هنا الصف الاول، وكان هنا الصف الثاني، وكان هنا الصف الثالث، فان ده بيعبر عن رقم الصف. طبعا اول خطوه ان انا هقسم الصف كله بتاع البيفوت على الدياجونال بتاعه، هقسم الصف البيفوت كله على الدياجونال بتاعه اللي هو الاي 1 و 1 او اي اي و اي. فاحنا ممكن هنا نيجي نقول له 4 كي بتساوي 1 تو ان بلس 1 نيكست كي، ونيجي هنا نقول له اي اي وكي ايكوال اي اي وكي على اي اي واي. يعني هو العنصر اللي في الصف اي والعمود كي وكي ده بتغير من واحد لان زائد واحد بيساوي نفسه مقسوم على اي اي واي اللي هو البيفوت. طبعا الخطوه دي غلط. غلط ليه؟ لان احنا لو جينا نبص نشوف هنلاقي ان لو تعالوا كده نشوف مع بعض ان هو هيجي يقول هنقسم الصف ده كله على العنصر ده. طيب يبقى العنصر ده هيساوي نفسه مقسوم على نفسه، يعني العنصر ده يبقى بواحد، وده اللي حصل مظبوط. طب ما هو صح اهو. اقول لك لا، لما يجي بقى يعمل العملية الحسابيه هنا يقول ده بيساوي نفسه مقسوم على العنصر ده اللي هو بقى دلوقتي بكام، بقى بواحد. يبقى مع اول عمليه حسابيه عملتها افقدت قيمه البيفوت ده، يبقى انا لازم هنا اعمل خطوه كده اقول له قبل الضربيه خالص هقول له البيفوت بيساوي ايه اي واي. يعني باخد قيمه الدياجونال ده واخزنه في مخزن لوحده وده اللي اقسم عليه. دي كاني بقول، بص خد بالك معايا، كاني دلوقتي بقول ايه، ان الصف ده بيساوي نفسه على 2 مش على ده. في المرحله الخطوه اللي كنت فيها في الاول انا كنت بقول الصف ده بيساوي نفسه على اي اي واي، اي اي واي مع اول عمليه بقى بواحد يبقى هيقسم على واحد. لكن لما بقول له خدت قيمه ده وخزنته في مخزن ثاني اسمه بيفوت وبقسم دايما على البيفوت، يبقى انا في الخطوه دي كده قسمت الصف كله على البيفوت. طيب عايزين نبدا بعد كده نعمل عمليات الصف البسيطه. هنيجي نقول له 4 جي بتساوي 1 تو ان نيكست جي. خد بالك معايا، جي ده اي هو رقم صف البيفوت، الجي رقم صف الصفوف الاخرى اللي غير البيفوت. بس في مشكله ان الاي هنا ان الجي بتتغير من واحد لان، يعني هنعتبر ان الاي بواحد يعني صف البيفوت هو الاول ماشي، بس الجي هنا تتغير من واحد لان. طب هل ينفع يكون صف البيفوت هو نفسه الصف اللي انا بصفر فيه؟ لا ما ينفعش. يبقى انا هنا اعمل شرط كده هقول له اف اي ايكوال جي جو تو 10. واحد يقول لي مش في زن، ممكن في حاله جمله جواب الشرط جو تو ممكن ايه نطنش موضوع الايه الزن. يعني ممكن اقول له اف اي ايكوال جي جو تو 10. يعني ايه؟ خد بالك معايا الخطوه اللي انا عملتها دي، لو رقم البيفوت ساوى رقم الصف، رقم صف البيفوت ساوى رقم الصف اللي انا هاجر عليه العمليه، ما مش هعمل عمليه عليه، يبقى جو تو 10 وكنسل الخطوات بتاعتي. طيب بعد، طب افرض بقى ما كانش صف البيفوت هنعمل ايه؟ اول حاجه ملاحظين هنا ان الفاكتور بتاعنا اللي هو ناقص 3 و1 بيساوي ماينص اللي تحت البيفوت، ماينص اللي تحت البيفوت. فاحنا ممكن نقول هنا ان الفاكتور او فاكتور هيساوي ماينص اللي تحت البيفوت. خد بالك معايا، اولا هو هيكون في الصف جي، يعني لما نكون بجري العمليه على الصف الثاني يبقى هو في الصف الثاني وفي العمود اي، ما هو العنصر ده اسمه اي واي، يبقى العنصر ده جي واي، يبقى بيساوي ماينص اي جي واي. وهبدا بعد كده ببساطه جدا اقول له 4 كي بتساوي من 1 تو ان بلس 1 واقول له نيكست كي، وهاجي هنا اقول له ان العنصر اي جي وكي بيساوي نفسه زائد الفاكتور في نظيره اللي هو في الصف اي. خد بالك معايا، يبقى العنصر اي جي وكي كده بتتغير مره تبقى 1 2 3 4، يبقى اي جي وكي بيساوي اي جي وكي زائد الفاكتور اللي بتناقص اصلا
في اي اي وكي. خدنا بالنا من الحته دي؟ طيب في الحقيقه يا جماعه كده المساله كلها خلصت، يعني كده الراجل في النهايه هنا هلاقيه جايب لي جميع القيم. طب تعالوا بقى نطبع كده القيم بتاعتنا، هنيجي نقول له 4i بتساوي 1 2n next i، وهنيجي هنا نقول له print x i خد بالك معايا بقى، أنا هنا بكتب له دي كده جملة نصية، بكتب له إيه؟ بكتب له برنت هيكتب لي إكس ويفتح قوس وقيمة الأي، يعني يقول لي إكس 1 إكس 2 إكس 3 كل واحدة في صف في سطر، وبعدين يقفل القوس ويكتب تساوي. طب بتساوي كام بقى؟ لو رجعنا نشوف هنلاقيها بتساوي يا جماعة قيمة العنصر اللي في العمود N زائد 1 اللي هو العمود الأخير. يبقى هنيجي هنا نقول له إن دي العنصر AI وN زائد 1. نقفل القوس كده البرنامج بتاعنا اتعمل، هنسيفه. تعالوا كده نجربه، طبعا ممكن نجربه نلاقي فيه اخطاء هنعدلها. number of equations بتلاتة، enter the coefficient of equation number 1. تعالوا مع بعض نرجع ناخد المسألة بتاعتنا دي بالظبط. اكتب كده عندك القيم بتاعة المسألة دي علشان ندخلها، اللي هي 2 4 6 22 2 كوما 4 كوما 6.22. في مشكلة، طيب هنقف كده ونشوف ايه هي المشكلة. هو عايز طبعا احنا دخلناهم كلهم في صف واحد، لكن جملة الانبوت هنا عايزاها واحدة واحدة. طيب يعني احنا لازم نرجع تاني هنا، هنقول له يعني لازم نديله واحد واحد، 2 4 6 22. طب التانية 3 10 13 49. طب التالتة ناقص 1 1 1 2، راح كاتب لي اكس 1 ب2 واكس 2 ب3 واكس 3 ب1، وده اللي احنا حصلنا عليه لو خدنا بالنا من الحل اليدوي. ويبقى احنا كده عملنا برنامج زي برنامج حل معادلات. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نجيب معكوس مصفوفة. في عدة طرق لإيجاد معكوس مصفوفة، اسهل طريقه منهم هي بجاوس اليمنيشن. ازاي؟ ان احنا لو عندنا مصفوفه زي دي عايزين نجيب لها الانفيرس، بنحط جنبها مصفوفه ثانيه اللي هي الايدنتيتي ماتريكس، مصفوفه الاي اللي هي الدياجونال بتاعها بوحيد، وبنبدا نعمل جاوس اليمنيشن اللي احنا عملناها. بس المره اللي فاتت كانت المصفوفه ان في ان زائد 1، هنا هتبقى ان في 2 ان. لو بدانا نعمل عمليات الصف، يعني هنقسم هنا الصف ده كله على 2 عشان نخلي البيفوت بواحد، فهنقسم ده بنص، نيجي عمليات الصف يعني بنعمل نفس العمليات اللي احنا عملناها، بس على بدل ما كانت لغايه ان زائد 1 هتبقى لغايه 2 ان. وبعد ما نحول المصفوفه اللي على الشمال الى الاي، هنلاقي المصفوفه اللي على اليمين دي اتحولت الى اي ماينس 1. تعالوا مع بعض البرنامج بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه هنحفظه باسم جديد ونعمله لمعكوس مصفوفة. أول حاجة هنقول له enter the size of square matrix، طبعا هي لازم تكون square وإلا مش هينفع يجيب لها الانفيرس، يعني هو هنا يدخل ال n بس. هنعمل هنا بقى مش n زائد 1، لا ده n في 2 n. وهنيجي هنا نقول له enter the طبعا لو فاكرين دي كنا عملناها قبل كده، ان احنا ممكن هنا نقول له انتر طبعا دي لغايه ان بس، وهنقول له برنت اي اي وفاصله منقوطه بعدين كوما فاصله منقوطه جي لسه واخدين دي من شويه عشان يبقى بس الايه المنظر كويس. طبعا هو كده هيدخل مصفوفة ايه، احنا عايزين بقى ان احنا ناخد نكمل المصفوفة ايه. طب هنروح نكملها بالاي، سهلة جدا. هنروح جايين هنا كده وهنقول له الاي من 1 لان مظبوط، لكن الجي من ان زائد 1 الى 2 في ان مظبوط. طيب طبعا كان ممكن نخليها
من واحد الى ان ونزود جوه. يعني ايه؟ يعني هنا نقول اي و ان زائد جي، واخدين بالنا؟ يعني انا بقول له دلوقتي الاي اي و ان زائد جي. ممكن حد يقول لي لا انا كنت عايز اعملها من ان زائد واحد الى اتنين في ان، كله ينفع وكله كويس، يبقى هنا اي و جي بتساوي زيرو. بس ده انا عايز الدياجونال يكون بواحد، هروح جاي هنا وقايل له اي اي و اي زائد ان ايكوال 1. يبقى انا كده عملت ايه في الحتتين؟ خليت النص اللي على اليمين بالايدنتيتي ماتريكس، هعمل نفس العمليات بس هاجي على كل هنا، بدل ما كانت لغايه ان زائد 1 هتبقى لغايه 2 ان. كل كي اللي هي اللي كنت بجري عليها العمليه، بدل ما كانت ان زائد 1 اخليها 2 ان. وكده خلصت المساله بتاعتي. وهاجي هنا هقول له ذا انفيرس ماتريكس از، ونطبع قيمة الانفيرس ماتريكس زي ما تعودنا، ان احنا هناخد مصفوفة من دول. طبعا بدل ما نكتب تاني بنعمل ايه؟ برينت. خد بالك بقى احنا هنا هنطبع ايه؟ هنطبع من ان زائد واحد الى اتنين ان. انا بطبع الجزء اللي على اليمين بس، بطبع الجزء اللي على اليمين بس، ولازم هنا طبعا اعمل برينت عشان يفصل ما بينهم في الصفحات. هنحفظ المسألة بتاعتنا ونبدأ ندخلها. هندخل نفس المصفوفة بتاعتنا اللي هي كانت المقاس بتاعنا الأول 3، المصفوفة بتاعتنا 2 4 6 3 10 13 ناقص 1 1 1، راح راجل مطلع لي المقاس ناقص 0.375 - 1 - 2 - 1، يبقى الراجل طلع لي الانفيرس بتاعنا. طبعا كان ممكن ان انا هنا اخلي دي كومة عادية علشان بس الارقام ما تدخلش في بعضها، نعمل رن تاني بحيث يفصل ما بينهم بمسافات كبيرة. هندخل مصفوفة مرة تانية، كده الايه المنظر احسن بكتير، ويبقى كده قدرنا نعمل معكوس مصفوفة.